استمرار حالة التباين في أسعار صرف دولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في السوق السوداء في سوريا، واستقرار الأسعار في السوق الرسمية وأسعار الذهب في سوريا تواصل تسجيل أرقام قياسية. للتفاصيل تابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديث لأسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية وأسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي، ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. تشهد أسواق الصرف في سوريا حالة من التباين الشديد هذه الأيام، سواء في سعر الدولار الأمريكي أو أسعار العملات أمام الليرة السورية، حيث سجل الدولار مستويات 14900 ليرة إلى 15500 ليرة، بينما تحرك اليورو بين مستويات 15971 ليرة إلى 15858 ليرة. وفي السوق الرسمية سجل الدولار في نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي 13668 ليرة، وسجل 12500 ليرة في البنوك. وفي المقابل وصلت أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية جديدة في سوريا هذا اليوم. وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية، وافقت الحكومة السورية على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء 46 ميم لعام 2020 وتعديلاته. القرار يتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصرا إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصرا. وأوضحت الحكومة أن إيقاف العمل بالقرار سيستمر حتى تاريخ 15/11/2024. وعلى الجانب الآخر، كشفت التقارير عن استمرار ارتفاع أسعار السلع وعدم قدرة الأغلبية العظمى من المواطنين على تأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية، ما يعني مزيد من الضغوط والمعاناة التي يتحملها المواطن في ظل ارتفاع جنون الأسعار وتدني واضح للراتب والدخل. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر الدولار مقابل ليرة سورية في عدد من المدن والمحافظات اليوم الخميس، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة والدرع والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14900 ليرة إلى 15000 ليرة. وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل الدولار 15300 ليرة إلى 15500 ليرة. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية فقد تباينت، ليسجل اليورو 15971 ليرة مبيع و15858 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 430 ليرة مبيع و425 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3933 ليرة مبيع و3904 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 47918 ليرة مبيع و47568 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 303 ليرة مبيع و299 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا، فقد سجل الذهب قمة تاريخية جديدة، ليسجل جرام الذهب عيار 24 مليون و366 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و255 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و200 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 مليون و29 ألف ليرة،
وسجلت أونصة الذهب 2788 دولار فاصل 84 سنت، وسجلت ليرة الذهب 9,288,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 627 دولار فاصل 57 سنت، وسجلت أونصة الفضة 502,054 ليرة سورية اللي بتساوي 33 دولار فاصل 92 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 16,143 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله يحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.